الحديث هو عن هذا الشتاء بات كابوسا للسوريين، وهذه المرة إلى الحدود السورية الأردنية وتحديدا إلى مخيم الركبان. قرابة 12 ألف مدني يعانون ظروفا إنسانية صعبة وسط درجات حرارة أدنى من الصفر. نتابع أحوالهم بعد هذا التقرير. بينما يضرب الصقيع الحدود السورية الأردنية ويهاجم البرد أهالي مخيم الركبان، تقف المدافئ على الحياد ملفوفة بالنايلون كي لا تتلفها قلة الاستعمال وسط ما يعيشه السوريون هناك. 12 ألف نازح يقيمون في مخيم الركبان بعدما فرض النظام حصاره عليهم منذ حزيران عام 2018، ومنذ ذلك الحين لم تنتهي مأساتهم، ليكون آخرها اليوم موجة صقيع تتشابه بظروفها مع ظروف آلاف السوريين في الشمال. في الليل تصل درجات الحرارة إلى 7 درجات دون الصفر، وسط ارتفاع بالأسعار يطال قليل الوقود الذي من المفروض أن يكسر شدة البرد، ناهيك عن استغلال بعض التجار قلة الموارد لرفع أسعار المحروقات، خاصة أن الطبيعة الجغرافية للمكان خالية من الأشجار، بالتالي لا وجود للحطب إلا ما يدخله هؤلاء بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد، ما يعتبر أزمة مادية في ظل انعدام موارد أهالي المخيم حاصرين أصلاً، حسب ما نقلته صحيفة العرب الجديد. وسط الحديث عن البرد يأتي خبر انعدام الأدوية وغياب شبه تام للرعاية الصحية متمماً للمأساة. منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت من الأمراض الشتوية في المخيم، لكن تحذيراتها لا تنفع حطباً ولا تنقذ قلباً داهمه البرد والظلم معاً. لسنوات ونازح الركبان يواجهون شتاء بعد شتاء وحدهم، أمامهم نظام يتربص بمن يستسلم ليقوده إلى سجونه، ومن خلفهم أحلام قد تجمدت. بدي رحب بالمشاهدين اللي انضمونا عبر البث المباشر على الفيسبوك، يا ريت تشاركونا بسؤال حلقة اليوم: هل يرضخ أهالي الركبان لمحاولات النظام بإخراجهم من المخيم؟ هذا السؤال موجود على صفحة تلفزيون سوري على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. وللحديث بشكل أوسع معنا في الاستوديو الصحفي محمد حسن العايد، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. أهلا وسهلا. ومعنا عماد غالي، إعلامي مقيم في مخيم الركبان، أهلا وسهلا بكما. مساء الخير عماد. عم تسمعنا عماد؟ يبدو فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال بك عماد. محمد، خلينا نحكي بداية، لماذا كل هذا الضغط على مخيم الركبان، وإلى متى سيستمر النظام بهذا النوع من الضغوطات؟ بداية نحن نعرف مخيم الركبان اليوم عمره أكثر من 5 أعوام صار، في ظل الحصار الدائم اللي مفروض عليه من قوات النظام والميليشيات الداعمة لها. النظام منتهج هذا الموضوع مشان يقضي على المنطقة بشكل كامل ضمن خطته هنا وحلفاء الروس للسيطرة وبسط النفوذ بشكل كامل، وإعادة تموضعه في تلك المنطقة الهامة جدا، منطقة جغرافية مهمة جدا. ما هي أهمية تلك المنطقة؟ المنطقة هنيك المثلث السوري الحدودي الأردني العراقي السوري، هذا المثلث له أهمية استراتيجية بالغة، أهميته تنبع أنه هو في نقطة أمريكية هنيك للتحالف الدولي القائم على مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. طبعا الأهمية الحقيقية تكمن أنه هاي النقطة في مآرب سياسية ممكن من التنظيم من القوات الأمريكية بالمنطقة، وفي تخوف من الروس على ذلك. نازحين مخيم الركبان بالعموم هم أشخاص فروا من مناطقهم من جحيم الحرب في ريف حمص الشرقي وريف حماة الشرقي ومناطق الشرقية، لا يفضلون النظام أطلاقا، فالخوف أنه هؤلاء الأشخاص يوم من الأيام يكونوا بيئة حاضنة للقوات الموجودة هناك من قوات جيش المغاور الثورة وإلى آخره، لكن الحقيقة أن هؤلاء فروا من الموت، فروا من الحرب، وهم لا يريدون الرضوخ للنظام السوري، خصوصا بعد موجة الحصار التي تمت عليه مرحلة مراحل. وصل الحصار للمخيم الركبان إلى أشده، وكان بالمخيم نحو أكثر من 50 ألف شخص. رغم ذلك يعني ورغم الحصار الشديد، رغم شح المساعدات القادمة من الأمم المتحدة سواء مكتب دمشق أو قطعها من مكتب الأردن بشكل كامل، يعني من سنة لسنة لحتى يدخل مرة أو مرتين فقط الإغاثة، رغم ذلك الأهالي متمسكين. يعني اليوم عندنا أكثر من 12 ألف إلى 15 ألف نحو، يعني تقريبا من 12 إلى 15 ألف من الأهالي المدنيين، هؤلاء رفضوا الخروج لأنه عندهم مخاوف من هذا النظام. من نعم. طيب بمناسبة الرفض، يعني سيد عماد مساء الخير. سيد عماد عم تسمعني؟
أهلا بك. يعني وفد الأمم المتحدة الذي جاء إلى مخيم الركبان في أواخر العام الماضي في شهر آب، ويعني هنالك استبانات كانت يعني لاستطلاع رأي الناس هل تريد العودة إلى سوريا أم لا، ماذا حدث مع الناس التي لم تصوت بأنها تريد الذهاب إلى سوريا؟ هل تعاملت الأمم المتحدة بطريقة ما لتلافي تعرض هؤلاء لخطر ما أثناء عودتهم لفتح ممرات آمنة؟ ما الذي حدث؟ طبعا أهلا بك المشاهدين. طبعا هذا الاستبيان جرى منذ قرابة 5 شهور داخل مخيم الركبان. الاستبيان كان عبارة عن أسئلة طرحت على سيد أيمن لاجئي مخيم الركبان أم الذهاب أو ذهاب إلى مكان آخر غير مناطق النظام السوري. طبعا كانت النسبة التي صوتت بالذهاب إلى مناطق سيطرة النظام نسبة لا تتجاوز 15% من عدد سكان مخيم الركبان الذي الآن عددهم 10,000 نسمة. طبعا باقي الأشخاص صوتوا بالذهاب إلى الشمال السوري أو اختاروا أن يذهبوا إلى الشمال السوري، وقسم قليل جدا اختاروا البقاء داخل مخيم الركبان. طبعا اليوم الأشخاص الذين بقوا داخل مخيم الركبان وما زالوا باقيين داخل مخيم الركبان، وهم أيضا من الفئات الذين أرادوا الذهاب إلى الشمال السوري باقيين داخل مخيم الركبان دون الحصول على أي مساعدة من قبل الأمم المتحدة. طيب كإدارة كإدارة المخيم يعني الناس المسؤولة عن المخيم هل تتواصل مع الأمم المتحدة؟ يعني اليوم الأمم المتحدة ما دورها؟ هو يعني ليس سياسيا وإنما إنسانيا في هذه الحالة، يعني الحال في المخيم لا يخفى على أحد، 7 درجات دون الصفر، محاصر منذ فترة، محروقات غير متوفرة وغالية جدا إن توفرت، وأيضا هي المنطقة بحد ذاتها هي منطقة صحراوية ليس فيها يعني حطب. طيب ما الحلول؟ كيف يعيش الناس في موجة الصقيع هذه؟ بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية فهي الحدود مغلقة معها منذ عبر ملكي، فالأمم المتحدة لا تستطيع الدخول من جانب الأردن، وأيضا من داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو من دمشق، مكتب الأمم المتحدة بدمشق لا يستطيع الدخول أيضا إلى داخل مخيم الركبان، يحتاج الحصول على موافقات من قبل الروس أو قوات النظام وأيضا حتى قوات التحالف الموجودة داخل المنطقة. في كل مرة نراسلهم ونخاطبهم الدخول إلى داخل مخيم الركبان يكون لديهم الحجة أنه التحالف الدولي لم يقبل أو قوات النظام لم تقبل أو الروس لم يقبل. نعم أستاذ محمد، يعني كما ذكر وبحسب رأيك فشلت روسيا والنظام في تفكيك مخيم الركبان، ما هي الحلول أمام قاطني المخيم ولماذا يتمسكون بوجودهم في هذا المخيم؟ لدى الأهالي اليوم مخاوف حقيقية من هذا النظام. أثبتت صحة هذه المخاوف عندما عاد قسم من الأهالي منذ فترة بعد إجراء الاستبيان، طبعا في قسم عاد مجبرا إلى أين فقد السكون، أعادوهم إلى حمص، وضعوهم في مدارس، هذه المدارس هي يعني غير مجهزة وغير معدة، يعني حتى إلى مدنهم هي تدمر، وقريتين ومهين وحوارين وإلى آخره. لم يعيدوهم لأنه بسبب تواجد قوات النظام والميليشيات الإيرانية هناك إلى مراكز إيواء مؤقتة. نعم إيواء مؤقتة، لكن ما جرى أنه تم اعتقال العديد من الشبان واقتيادهم إلى الخدمة العسكرية، حتى منهم الآن في معارك الشمال السوري في إدلب قتل 3 أشخاص من أبناء تدمر، كانوا في مخيم الركبان أيضا. فهذا زاد مخاوف الأهالي، يعني 12,000 اليوم يتكلم أنه فلنمت من الجوع ولا نذهب لكي يقتل أبناؤنا في هذه الحرب التي لا رحمة فيها. الأهالي اليوم عم يختاروا أنه يطلعوا للشمال السوري المحرر رغم ما يجري الآن في إدلب، رغم كل شيء، يعني هم يريدون الفرار من نير هذا النظام، من ظلم هذا النظام، يريدون أن يؤمنوا على أطفالهم وأولادهم. لا أعتقد سوف ينجح النظام في مهما أزاد حصاره في الضغط عليهم من أجل الخروج من المنطقة إلا إذا كان هناك ضمانات دولية حقيقية في عودتهم إلى مناطقهم أو حتى إلى الشمال السوري المحرر كما هم يطلبون الآن. نعم سيد عماد، يعني برأيكم هل سيتمسك أهالي المخيم بالبقاء فيه رغم كل الظروف والضغوطات؟ طبعا أختي الكريمة، جميع أهالي مخيم الركبان يرضون البقاء والموت جوعا صراحة وبردا داخل هذا المخيم على أن لا يذهبوا إلى مناطق سيطرة النظام. ما يجري اليوم بمناطق في السابق مع اللاجئين الذين ذهبوا من مخيم الركبان إلى مناطق سيطرة النظام
كان كافيا الا يذهبوا البقيه الى الداخل السوري. طبعا اليوم سجلنا نحن 31 حاله قتل من الذين خرجوا من مخيم ركبان وقاتلوا اليوم صفوف قوات النظام، منهم من مدينه القريتين، منهم من عشيره العمور، منهم هؤلاء الاشخاص ذهبوا وقود حرب صام بشار الاسد المجرم في مكانه. طيب هل الأمم المتحدة تدخلت إزاء الحالات التي تحدث عنها سيد محمد أنه تم اعتقالها والزج بها على الجبهات في إدلب؟ هل تدخلت؟ هل كان لها أي رأي معين؟ طبعا لم تتدخل نهائيا الأمم المتحدة في هذا الأمر. نحن في عدة جلسات وفي عدة اجتماعات مع الأمم المتحدة داخل هذه المنطقة عند زيارتها لمنطقة 55 تحدثنا معهم حول هذا الأمر، أن يوجد أشخاص تم اعتقالهم، تم سوقهم أيضا للخدمة الإلزامية، وتم زجهم بالمعارك. فكان جوابهم أنهم هم بعد مراكز الإيواء لا يتدخلوا أبدا، أو ليس لهم أي علاقة بالأشخاص الذين يذهبون إلى أي مكان كان. ابقوا معنا، سننتقل إلى إنفوغراف عن هذا المخيم ونعود. أستاذ عماد، ماذا عن الوضع الصحي في المخيم؟ إذا ممكن تضعنا بالصورة. الصحي داخل مخيم ركبان سيء جدا بسبب عدم وجود أطباء صراحة داخل مخيم ركبان، واقتصار المخيم على بعض من الممرضين أو المتدربين طبيا ضمن هذه المنطقة. لا يوجد أيضا أدوية، صعوبة دخول الأدوية إلى داخل مخيم ركبان في ظل الحصار المفروض من قبل قوات النظام منذ 9 فبراير 2019 إلى حد هذا التاريخ، وأيضاً عدم بشكل مباشر إلى الداخل الأردني. يوجد إدخال حالات إسعافية إلى الداخل الأردني وموافقات مطولة جداً. ما هي الحالات التي تستقبلها الأردن فيما يخص الحالات الطبية؟ لو هناك حالات معينة مثلاً؟ طبعاً تستقبل على سبيل المثال الحالات التي تحتاج إلى ولادة، إلى مثلا إصابة طلق ناري، حالات خطيرة تكون نوعا ما لا تستطيع الجهات الطبية داخل مخيم ركبان معالجتها طبعا. نعم، يعني سيد عماد، كم عدد الأطفال في المخيم الذين يعني لم يقدم لهم، أو فينا نقول لا يقدم لهم بشكل عام صحة وتعليم على الأقل؟ هل لديك عدد؟ طبعا اختي الكريمه، جميع اطفال مخيم ركبان لم يتم تقديم لهم رعايه صحيه كامله او تعليم بشكل كامل داخل المخيم. الموضوع مقتصر على بعض المدارس البسيطه التي يحاول بعض المدرسين هنا داخل المخيم ان يقدموا نوعا ما من التعليم لهؤلاء الاطفال. جميع اطفال مخيم ركبان من دون رعايه صحيه صراحه، وايضا من دون مدارس حقيقيه او تذكر. استاذ محمد، يعني وضع المخيم ليس بالجديد، لماذا لا نسمع بحملات اهليه لدعم هذا المخيم ولمساعده اهالي المخيم؟
يعني هو ما لا يدرك كله لا يترك جله، صحيح هذا الكلام، لكن إذا سألنا اليوم لماذا هناك بعض الصمود فهو يعني غير معلن ممكن، أو لا يوجد تنظيم مؤسساتي حقيقي لهذه الجهود، لكن هناك جهود حقيقة موجودة الآن. يعني الأهالي اليوم أكيد ما عندهم أي مصدر دخل، فعم يتم اعتماد من أقاربهم أو من أبناء مدنهم في الخارج في تحويلات مالية معينة من أجل مساعدتهم لمواجهة الظلم الذي يتعرضون إليه والحصار الذي يواجهونه. لكن نعم كما تفضلت يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر، يجب أن يكون هناك مساعدات أكثر، لأنه بصراحة فقدنا الأمل بشكل شبه مطلق أو مطلق للأسف. يعني ما بدنا نخذ العالم بالرقبان من الأمم المتحدة، من المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية، لأنه جميعها ما تدخلت، وحتى الأمم المتحدة مكتب دمشق على وجه الخصوص كنا نتمنى أنه يساعد ويكون له موقف حقيقي إنساني، لكن هو منحاز للنظام السوري وداعميه الروس بشكل مباشر. بالنسبة للي خرجوا، هل تم تواصل معهم في مراكز الإيواء مثلا؟ كيف هي أحوالهم أوضاعهم؟ لا أخفيك، يعني في تواصل ضعيف نوعا ما، لكن في تواصل، في معرفة أنه هنا المدارس بدير بعلبة وعدة مدارس أخرى في حمص. وضعهم كتير سيء، وضعهم كتير سيء جدا جدا، ممنوعين من العودة إلى مدنهم ومناطقهم، يعني تاركين النساء والأطفال هناك، مساعدات قليلة جدا جدا شحيحة، عم يعتمدوا أيضا على أقاربهم، يعني كانوا هن بخيم وصحراء، اليوم صاروا هن إن أوضاعهم هي لم تتحسن للأفضل، بالعكس يعني فقدوا أبنائهم كوقود حرب. اليوم للأسف معظم الشباب يعني من تدمر، على وجه الخصوص كوني أنا منحدر من مدينة تدمر، 200 شاب تم اقتياده من هذه المدارس إلى جيش النظام ليخدم في جيش النظام السوري. بالمعركة الأخيرة كما ذكرت منذ قليل 3 أشخاص ماتوا وقتلوا، ما صار له أقل من أشهر طالعين من مخيم الرقبان. آخر حملة إغاثية دخلت للمخيم في الشهر 9 أيلول الفائت 2019. الوضع اليوم كارثي جدا، الأهالي ما عندهم أي شيء يساعدهم على الوقوف أو أنه يساعدهم على أنه يعيشوا حياة يعني لا كريمة، ولكن حياة أقل شيء أنه يكون طبيعية مثل ما العالم عايشة. للأسف يعني الأطفال اليوم عندنا أكثر من 5000 طفل وضعهم سيء جدا في المخيم، لا يقدم لهم لا رعاية صحية لا رعاية تربوية ولا حتى أدنى مقومات الحياة اللي بيستحقوها الأطفال مثل أطفالنا جميعا للأسف. ممكن بالآونة الأخيرة خفت عدد الوفيات بالفعل، لكن هذا مو معناه أنه المخيم لا يعاني. نعم. طيب سيد عماد، يعني من وجهة نظر الأهالي ما هي الخيارات والحلول؟ طبعا لا يوجد خيارات وحلول بيد الأهالي، يستطيعون أن يذهبوا على سبيل المثال إلى الشمال السوري، أو يستطيعوا أن يحسنوا من ظروف العيش التي هم فيها الآن. طب ما هو مستقبل المخيم من وجهة نظرهم؟ ماذا يتحدثون؟ بيد هؤلاء النازحين لديهم أمل كبير بأن يتحسن ظروف العيش داخل هذه المنطقة أو الذهاب إلى الشمال السوري، هذا ما يأملون به صراحة داخل مخيم رقبان. نحن كمان بدنا نتمنى له أن هذا الشيء، وبدنا نشكركم ضيوفنا عماد غالي إعلامي مقيم في مخيم رقبان، شكرا لك، وأيضا صحفي محمد حسن العايد، شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. أما أنتم مشاهدينا فنلقاكم بعد الفاصل.